أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ اليوم بالمحاضرة السادسة من مادة الفيزياء الطبية، اللي هي بتحكي عن موضوع temperature and behavior of gases. في الجزء الأول في مادة المد كنا نحكي عن مادة الميكانيكس اللي هي القوة وتحليل القوة، ونحكي عن الـ work الـ energy وقانون حفظ الطاقة وقوانين نيوتن إلى آخره. هلأ بدنا ندخل في مواضيع أخرى من الفيزيكس، اللي هي أول موضوع في مادة الفاينل اللي هو بحكي عندي عن التمبريتشر والبرشر. خلينا ناخد الـ definitions. بداية الـ temperature is directly related to the average kinetic energy of the atoms and molecules composing the object. يعني temperature إلها علاقة بمعدل الطاقة الحركية للذرات والجزيئات اللي بتكون عندي المادة. إذا نعرف temperature إنها هي عبارة عن تغير في الطاقة الحركية. يعني لو كان في عندي مادة فرضا رد، وهي الرد طبعا مكون من أتومز، تغير temperature هو عبارة عن تغير في الطاقة الحركية. كل ما زادت الطاقة الحركية الكاينتيك انرجي لهاي الأتومز والموليكولز بناء عليه بدها تزيد عنا التمبريتشر، درجة الحرارة. طيب هلأ في عنا كاليبريشن اوف ثيرموميتر. بداية الثيرموميتر هو عبارة عن جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة. كلنا بنعرف ثيرموميتر هو عبارة عن جهاز شكله تقريبا بهذا الشكل، تمام، وفي بداخله شريط. أوكي، موجود في داخله مادة الزئبق. هلأ هاي المادة يعني هيك تقريبا شكل الشريط الداخلي، تمام. بيكون في عندي مادة الزئبق عند ارتفاع معين بوضع درجة الحرارة العادية النورمال. لو جينا فرضا نستخدم الثيرموميتر لقياس درجة حرارة شخص عليه حرارة، يعني بنحكي عليه حرارة يعني حرارته مختلفة عن الوضع الطبيعي، رح نلاحظ إنه لما نحط الثيرموميتر على الشخص المريض رح نلاحظ إنه ارتفاع الزئبق رح يتغير، رح يوصل فرضا لهون، يعني بالتالي رح يرتفع عندي لهاي المنطقة. احنا في هاي الحالة بنحكي انه صار له expansion، تمدد، يعني تغيرت درجة حرارته من هاي فرضا اللي هي 37 درجة سيلسيوس فرضا اللي هي النورمال، لحد ما انه قسنا درجة حرارة الشخص فرضا كانت عندي 39 درجة ونص، تمام. إذا في عندي جهاز هو جهاز الثيرموميتر يستخدم عندي لقياس التغير في درجة الحرارة. نحكي عن الكاليبريشن. لما بحكي كاليبريشن يعني معايرة، تمام. To calibrate the thermometer we use the freezing point and the boiling point of water at normal atmospheric pressure as our reference and divide the interval between them into 100 equal steps. طيب يعني بتحكي لما بنحكي إنه نعمل كاليبريشن للثيرموميتر، يعني بدي أعرف شو آلية عمله. آلية عمله هلا إنه في عندي هو مدرج بدرجة حرارة بتتراوح من 0 إلى 100 درجة سيلسيوس. طب ليش من 0 ل 100؟ ليش اعتمدنا من 0 ل 100؟ ليش مش من 13 إلى 500 فرضا؟ السبب إنه اعتمدنا الريفرنس عندنا اللي هو الووتر عند الضغط الجوي. اعتمدنا المادة يعني اللي هي الأكثر انتشارا اللي هي الووتر عند بثبوت الضغط الجوي، تمام. اعتمدنا الفريزنج بوينت، الفريزنج بوينت اللي هي at 0 degree celsius، والبويلينج بوينت للووتر اللي هي at 100 degree celsius. اوكي، اذا هذا هو السبب للاختيار الزيرو وال 100 درجه سيلسيوس للثيرموميتر، انه الزيرو هي عباره عن الفريزنج بوينت للووتر ات نورمال اتموسفيريك بريشر، وال 100 ديجري هي عباره عن البويلينج بوينت للووتر ات نورمال اتموسفيريك بريشر. اوكي،
طيب إذا هو مقسم من 0 ل 100 وعندي 100 قسم، لما بحكي 100 قسم يعني هو مقسم 1 2 3 إلى آخره. طيب في عندنا temperature scales، مثل ما حكينا في السابق في أول محاضرة إنه لا في عندي مقاييس عالمية، كانت عندي للطول للماس يعني لكل الكميات الفيزيائية كان في عندي اختلاف في السكيلز، كمان في عندي للتمبريتشر لدرجات الحرارة في عندي اختلاف في مقاييس درجة الحرارة. هلا أول سكيل اللي هو السيليسيوس اللي هو المتعارف عليه عندنا، السيليسيوس بنرمز له بالرمز الدائرة الصغيرة هي بنحكي لها ديجري، وسي اللي هي مأخوذة من كلمة سيليسيوس. تمام. طيب كيف مقسم عندي هذا السكيل؟ مقسم عندي بناء على الفريزنج بوينت والبويلينج بوينت. تمام. يعني كل السكيلز هي بتعتمد عندي الفريزنج بوينت للووتر والبويلينج بوينت للووتر. هلا السيليسيوس الفريزنج بوينت اللي هو 0 ديجري سيليسيوس والبويلينج بوينت 100 ديجري سيليسيوس، الديفيجن 100، يعني عندي من 0 الى 100 مقسم عندي الى 100 قسم. تمام. هذا النظام الاول. السكيل الثاني اللي هو الفهرنهايت، الفهرنهايت بنرمز له بالرمز الدائرة الصغيرة اللي هي ديجري وحرف الاف اللي هي مأخوذة من فهرنهايت. هلا الفريزنج بوينت 32 ديجري فهرنهايت، البويلينج بوينت 201 ديجري فهرنهايت. هلا مش معناها انه بالفهرنهايت درجة تجمد الماء تغيرت صارت 32، لا، وانما الفريزنج بوينت اللي هي 0 ديجري سيليسيوس تعادل 32 بنظام الفهرنهايت. تمام. وهو هذا النظام مقسم إلى 180 درجة، يعني بنتدرج من 32 إلى 212 ومقسم إلى 180 درجة. تمام. هلأ ثالث سكيل اللي هو الكلفن، نرمز له بديجري وحرف الكي اللي هو مأخوذة من كلفن، الفريزنج بوينت 273.15 كلفن والبويلينج بوينت 373.15 كلفن. مثل ما حكيت برجع بكرر، مش معناها انه الووتر درجة غليانه صارت 373.15، وانما ال 373.15 ديجري بتعادل 100 درجة سلسيوس، وال 273.15 كلفن بتعادل 0 ديجري سيليسيوس. تمام. يعني معناها انه 0 كلفن هو يعادل ناقص 273.15 ديجري سيليسيوس. تمام. وهو مقسم الى 100 ديفيجن، بيبدأ عندي من 273.15 إلى 373.15 ومقسم إلى 100 قسم. طيب هلأ رح أحتاج طبعا مثل ما أخذنا أنظمة تحويل ما بين أنظمة الوحدات، رح نحتاج إن نحول ما بين السكيلز الخاصة في درجة الحرارة. هلأ لو كان معي أنا درجة الحرارة بالسيليسيوس، هاي بنرمز لها تي سي اللي هي temperature in Celsius. تمام. طيب لو كان أنا معي رقم درجة الحرارة في السيليسيوس بدي أحولها للفهرنهايت، أوكي، شو بحكي؟ ديجري فهرنهايت أو temperature فهرنهايت تساوي 9 over 5 تي سي بلس 32. تمام. طيب لو معي أنا درجة الحرارة نفسها بالسيليسيوس بدي أحولها لكلفن، الكلفن شو بتصير عندي؟ temperature in كلفن، يعني temperature in كلفن هي اللي بدي أوجدها، تساوي درجة الحرارة في السيليسيوس اللي معي إياها زائد 273.15. طيب هلأ هون بيشتقوا عنا معادلات أخرى اللي هي في حال مثلا أنا معي temperature in فهرنهايت، هاي معي، فمطلوب مني اني اوجد التمبريتشر ان سيليسيوس، يعني هاي جيفن مطلوب اني اوجد هاي. تمام. شو بتم المعادلة بتصير؟ بتصير عندي درجة الحرارة بالفهرنهايت ماينس 32، تمام،
كلياتها مضروبة في 5 over 9، هاي اللي هي عبارة عن الديجري ان سيليسيوس. طيب كمان نفس الكلام، لو أنا معي التمبريتشر ان سيليسيوس والمطلوب إني أوجد، لا العكس، لو أنا معي التمبريتشر ان كلفن ومطلوب إني أوجد التمبريتشر ان سيليسيوس، يعني هاي given. شو بنعمل؟ التمبريتشر ان سيليسيوس تساوي التمبريتشر ان كلفن ماينس 273.15. اوكي، يعني بصير إن نحفظ هدول المعادلات كلهم، وبصير إني أحفظ المعادلة الأصلية اللي هي هاي وهاي، وحسب المسألة بعدل في المعادلة. طيب في عندنا example: the human body normal temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Find it in Celsius. يعني درجة حرارة الإنسان الطبيعية هي 98.6 degree Fahrenheit. مطلوب إني أوجدها بالسيليسيوس، إذا هون أنا معي فهرنهايت بدي أوجد بالسيليسيوس. هلا يا إما بستخدم هاي المعادلة هاي وبعوض بالأرقام وبوجد الديجري إن سيليسيوس، أو مباشرة بستخدم هاي المعادلة التمبريتر إن سيليسيوس يساوي 5 أوفر 9 في التمبريتر إن فهرنهايت ماينس 32، وتساوي 5 over 9 temperature in Fahrenheit اللي هي 98.6 ناقص 32 بيعطيني 37 درجة سيليسيوس. طيب مثال آخر: convert 20 degrees Celsius to Fahrenheit. يعني معي السيليسيوس، هلأ العملية العكسية، معي السيليسيوس مطلوب أوجد الفهرنهايت، بستخدم المعادلة الأصلية. درجة الحرارة بالفهرنهايت تساوي 9 over 5 في 20 زائد 32 تساوي 68 ديجري فهرنهايت. طيب هلأ نيجي لموضوع جديد اللي هو البرشر. البرشر اللي هو الضغط. The average pressure، طبعا كلمة average بنعبر عنها بالرموز اللي هي الخط اللي فوق الرمز. طبعا pressure رمزه هو حرف ال P مأخوذ من كلمة pressure، is the sum of the magnitudes of the normal forces divided by the surface area. إذا ال average pressure أو هو مقدار الضغط هو عبارة عن، لو كان في عندي مساحة، فرضا كانت عندي هاي المساحة، هاي المساحة معرض عليها forces، تمام؟ هلا الـ average pressure اللي هو يساوي مجموع هاي القوى اللي بتأثر على المساحة مقسومة على المساحة اللي بتأثر عليها الفورسز، تمام؟ طيب the pressure of the gas is P تساوي F over A، نفس الكلام، where F is the force exerted by the gas on the piston. يعني على فرض إنه فرضا كان في عندي هون كونتينر وكان في عندي بيستون. بيستون اللي هو صمام أو شيء بضغط على مساحة معينة، هون بيأثر عندي ب forces، تمام؟ وعندي هاي هي المساحة اللي بيأثر عليها، فبالتالي مقدار البرشر اللي هو يساوي القوة اللي مؤثرة على المساحة تقسيم المساحة، تمام؟ طبعا شرط إنه لازم تكون عندي هاي الفورسز نورمال تو اريا ات اني بوينت، اوكي؟ يعني شرط الأساسي إنه لازم تكون عندي هاي الفورسز نورمال. طيب كونه حكينا إنه البريشر يساوي الفورس اوفر اريا، خلينا نشوف شو وحدة البريشر. هلا الفورس وحدتها نيوتن مثل ما سبق واخذنا، الاريا بنعتمد المساحه اللي هي متر تربيع. هلا نيوتن للمتر تربيع هاي بدنا نسميها باسكال، اللي هي نسبه للعالم اللي اكتشف موضوع البريشر، تمام؟ اذا البريشر يساوي الفورس اوفر اريا اللي هي نيوتن اوفر متر سكويرد، اختصارا بنسميها باسكال، تمام؟ هلا 1 نيوتن بير متر سكويرد تساوي 1 باسكال. طيب
في عنا وحدات أخرى للضغط، لأنه موضوع الضغط كبير ويستخدم لمختلف مجالات الحياة. يعني فرضا للأتموسفير بنستخدم، أو للضغط الجوي عفوا بنستخدم الأتموسفير، هاي وحدة تمام بنسميها أو بنكتبها بالرمز ATM اللي هي أتموسفير، حيث إنه الون أتموسفير اللي هو يساوي 1.013 في 10^5 باسكال، ويساوي 1.013 بار. إذا هون نشوف كم وحدة ظهرت عندنا. ظهرت عندنا الباسكال للتعبير عن الضغط اللي هو القوة المؤثرة على المساحة. طيب كمان مفهوم الضغط إحنا بنستخدمه حتى نعرف الضغط الجوي، تمام، اللي هو تأثير الهواء على الأرض. إحنا بنعرف أن الضغط الجوي هو عبارة عن وزن عمود الهواء على وحدة مساحة من الأرض. يعني على فرض أنه أخذنا مساحة أريا مقدارها 1 متر مربع من الأرض، تمام، وافترضنا أنه في عندي عمود هواء ممتد للأعلى، الضغط الجوي هو عبارة عن وزن عمود الهواء. يعني هذا الهواء اللي مؤثر عندي على مساحة الأرض، هاي راح تكون عندي فورسز، فبالتالي الضغط الجوي اللي هو يساوي الفورسز المؤثرة على وحدة المساحة. طيب أوكي، إذا هذا هو الضغط الجوي، وهو بنرمز له بالأتموسفير، تمام. ليش؟ لأنه هو عبارة عن رقم كبير من الباسكال، وهو رقم ثابت 1.013 في 10^5 باسكال. أول شيء رقم كبير، ثاني شغلة يعني بدل ما أضلني أكرر، وكونه هو شيء خاص بالضغط الجوي سميناه 1 أتموسفير، لكن ضروري نعرف أن 1 أتموسفير يساوي هذا المقدار من الباسكال. طيب هلأ اللي 10^5 هاي، أوكي، بطلنا نسميها 10^5 باسكال، هاي تعادل 1 بار، يعني وحدة جديدة. يعني بدل ما أضلني أحكي 10^5 باسكال، 10^5 هي عبارة عن وحدة جديدة هي بار، فبالتالي ال 1 أتموسفير هي تساوي 1.013 بارز. هلأ هذا الرقم أو ال 1 أتموسفير سواء كان 1.013 في 10^5 باسكال أو 1.013 بارز، نستخدمه للتعبير عن الميترولوجي اللي هي الأرصاد الجوية، تمام. لكن كمان موضوع الضغط يستخدم في الميديسن، في الطب، فبنستخدم 760 تور، تمام. يعني ال 1 أتموسفير في الطب يعادل 760 تور، ويساوي 760 mmHg، مليمتر من الزئبق، تمام. ضروري هذولا إننا نحفظهم. طيب خلينا ناخذ example. A gas at P تساوي 10 atmosphere is in a cubical container of side 0.1 meter. If the pressure outside is atmospheric pressure, what is the net force on the wall of the container? يعني في عندي هذا الكونتينر، تمام، هذا الكونتينر هو بشكل مكعب، بحكي لي انه السايد يعني طول ضلعه 0.1 متر طول الضلع، وكونه كيوب فبالتالي طول أضلاعه كلياتهم هي 0.1 وهون 0.1 متر، تمام. طيب هلأ هذا الكيوب معرض إلى ضغط خارجي، يعني في عندي فورسز مؤثرة في الخارج، وفي عندي ضغط داخلي بي ان، يعني في عندي فورسز موجودة في الداخل، تمام. يعني هذا المكعب معرض للضغط في الداخل والخارج، في عندي فورسز في الداخل وفي عندي فورسز في الخارج. طيب المطلوب مني في السؤال What is net force on one wall of the container؟ ما هي النت فورس على جدار واحد من الكونتينر، علما انه الاجازات لانه في عندي بي تساوي 10 اتموسفير هو مؤثر عندي في الداخل، تمام. يعني هذا الكيوب في الداخل في عندي بي ان يساوي 10 اتموسفير، اوكي. طيب مطلوب مني اني اوجد وكان عندي البريشر اوتسايد هو الاتموسفيرك بريشر اللي هو 1 اتموسفير، اذا بي ان 10 اتموسفير
وبي اوت، بي اوت اللي هو 1 اتموسفير. لاحظ ما كتب لي اياها في الارقام، وانما حكى لي انه البريشر اوتسايد از اتموسفيريك بريشر، مباشره بعرف انه يساوي 1 اتموسفير. طيب مطلوب مني محصله القوى. بدايه شو لازم اعمل حتى اوجد محصله القوى؟ لازم اوجد الفورس ان القوه الناتجه عن البريشر الداخلي، ولازم اعرف الفورس اوت اللي هي القوة الناتجة عن البرشر الخارجي. بس أعرف الفورسز المؤثرة في الداخل والفورسز المؤثرة في الخارج محصلتهم، تمام، هي أو حاصل طرحهم هو عبارة عن النت فورس. أوكي طيب، the force of the gas inside. هلأ إحنا حكينا إنه البرشر يساوي F على الأريا. طيب هلا الفورس شو تساوي؟ الفورس تساوي دي في اريا، بالتالي اف ام اللي هي الفورسز المؤثر عندي داخل الكيوبيك كونتينر يساوي بي ان اي اللي هي ان ملتبلايد باي اي. الاي طبعا ما بتتغير، سواء كان عندي البريشر اوت او ان ما بتتغير عندي المساحة، هي نفسها. هلا بي ان اللي هي تساوي 10 اتموسفير، ضروري هون نحط الوحدة 10 أتموسفير. الأتموسفير هاي هي عبارة عن 1.013 في 10 قوة 5 نيوتن للمتر المربع. طبعا ليش ضربت في هذا الرقم اللي هي 1.013 في 10 قوة 5؟ حتى أحول الأتموسفير إلى نيوتن بير متر سكوير. ليش؟ لأني أنا بدي أوجد فورس، الفورس بنيوتن، تمام، فضروري أضرب في هذا التحويل. إيه المساحة؟ إيه هلأ أنا عندي هاي هي المساحة، بدي أفترض أنه هذا الجدار اللي بدي أحسب محصلة الفورسز عليه، تمام؟ شو المساحة؟ اللي هي 0.1 ضرب 0.1. أوكي، إذا الأريا 0.1 سكوير، تطلع عندي النتيجة 1.013 في 10 قوة 4 نيوتن. ليش؟ لأنها هي عبارة عن الفورس إن. طيب the force outside F out نفس الكلام، عندنا P تساوي F على الأريا، منها F اللي هي تساوي B في الأريا. هلأ P out multiplied by A، B out اللي هي 1 atmosphere، من وين جبناها؟ لأنه حكالي في السؤال atmospheric pressure. Okay, ال B outside is the atmospheric pressure. ال atmospheric pressure اللي هو يساوي 1 atmosphere. إذا 1 ضربنا في هذا الرقم حتى نحول من atmosphere لنيوتن للمتر مربع. A اللي هي 0.1 square، بيطلع عندي 0.1013 في 10 قوة 4 نيوتن. طيب هلأ طالب مني النت فورس. هلأ احنا عندنا حكينا قاعدين عم نوجد محصلة الفورسز على واحد من الأسطح، طبعا كل الأسطح معرضة لنفس البرشر. لو احنا افترضنا انه السطح العلوي، هلا السطح العلوي معرض للبي اوت اللي هو 1 اتموسفير، طبعا كيف بيكون معرض على هذا السطح؟ بيكون معرض بهذا الشكل، هذا اللي هو الفورس اوت، تمام. البي اوت اثرت بقوه اللي هي الفورس الخارجيه. هلا البريشر ان راح يكون عندي هو عباره عن مقدار بريشر بتتولد عنه قوه راح تكون مؤثره للاعلى، فبالتالي هاي اف ان اللي هي الفورسز المؤثره في الداخل. فبالتالي لما بدي احكي اف نت اللي هو يساوي اف ان ماينس اف اوت، اوكي، ويساوي Fn حسب الأرقام اللي أوجدناها 1.013 في 10 قوة 4 ناقص 0.1013 في 10 قوة 4. هون طبعاً أخذ ال 10 قوة 4 عامل مشترك، بيطلع عندي الجواب 0.912 في 10 قوة 4 نيوتن. ممكن كمان يكون موجود عندي الجواب بصورة 9.12 في 10 قوة 3 نيوتن، اللي هي إنه ضرب هذا الرقم
ال 0.912 في 10 و4، يعني مثل كأنه ضرب هذا في 10 وقسم هذا الرقم على 10، أوكي؟ فصارت عندي 9.12 في 10 قوة 3. هي فقط يعني حبيت أحكيها من ناحية إنه كيف ممكن يكون موجود الجواب في المالتيبل تشويس. طيب هذا اللي أوجدناه اللي هو الفرق ما بين البريشر أوت والبريشر إن اسمه جيج بريشر، فرق الضغط، تمام؟ جيج بريشر، the difference BN minus BOUT is called the gauge pressure، اللي هو قياس فرق الضغط. هون نعطيني مثال مثل قياس الضغط في عجلات السيارة. هلأ هون في عندي كمان نوع آخر من الضغط من البريشر اللي هو اسمه absolute بريشر، تمام؟ اللي هو فرضا لو كان في عندي هذا بحر، تمام، وفرضا كان عندي هون سمكة، أوكي، على عمق معين خلينا نسميه اتش، أوكي، مطلوب مني إيجاد قيمة البريشر at depth A، at depth خلينا نسمي هذا البوزيشن A small، أوكي، أو خلينا نحكي at depth H، يعني بدنا نوجد مقدار البريشر على عمق H. هلأ هون البريشر شو يساوي؟ رح يساوي عندي مقدار ضغط الغلاف الجوي، هذا اللي هو بنسميه BA، تمام، BA اللي هو الأتموسفيريك بريشر اللي هو مقدار الضغط الجوي، بلس مقدار الضغط الناتج عن عمود الماء الموجود هون على السمكة، صح ولا لا؟ إذا الضغط المؤثر على الفيش في هذا البوزيشن هو عبارة عن ضغط جوي بالإضافة لضغط الماء الموجود فوقها، وهذا بنعبر عنه ب رو جي اتش، رو اللي هي density of water، جي اللي هي gravitational acceleration. اتش اللي هي الدبث، اوكي، عشان يطلع عندي في النهاية الجواب بالباسكال. طيب هلا هون في عندنا تشابتر جديد رح نحكي عن الثيرمال بروبريتيز اوف ماتر اللي هي الخواص الحرارية، رح نحكي عن ثيرمال اكسبانشن او اللي هو التمدد الحراري، اللي هو تمدد ناتج عن تغير درجة الحرارة. When a substance is heated, its volume increases due to the increase of its kinetic energy. So each molecule collides with its neighbors and push them away and the material expands. إذا thermal expansion اللي هو التمدد الحراري، لو أخذنا كمثال مادة مثل الرد، هاي الرد هي عبارة عن particles، أوكي، ملاصقة لبعضها البعض. طيب هلا لما يصير في عندي فرضا هو كان في له درجة حرارة ابتدائية تي نوت، فرضا سخنا، أوكي، ارتفعت درجة الحرارة إلى تي، إذا صار في عندي تغير في الحرارة من تي نوت إلى تي، وطبعا تي أكبر من تي نوت، ليش؟ لأنه إحنا بنحكي عن هيتينج. لما سخنا هذا الرد شو صار عندي؟ صارت عندي هاي الموليكولز بدها تكتسب طاقة حركية، بدها تبتعد عن بعضها البعض. فشو بصير لو أخذنا هنا سكوبينج، يعني بنكبرها، بتصير عندي البارتيكلز هاي البارتيكل اللي هون اللي على اليمين تصطدم باللي على اليسار، التنتين يأثروا ببعض يعني زي كأنهم يصطدموا في بعض، فبناء عليه شو بصير؟ بتصيروا يبتعدوا عن بعض، تمام؟ هلأ عملية ابتعادهم بتعمل عندي على
تمدد هذا الرد، يصير عندي بهذا الشكل. تمام، إذا نتيجة تغير في التمبتشر، أوكي، كانت عندي تي نوت صارت عندي تي، تغيرت درجة الحرارة للأعلى، يعني ارتفعت درجة الحرارة، رح تصير عندي هاي المولكولز والبارتيكلز الأتومز تصطدم مع بعضها وتبتعد عن بعضها، مسببة increasing in the volume، تمام، أو increasing in the dimensions of the object. أوكي، هذا هو اللي بنسميه thermal expansion. هلا thermal expansion باخذ عندي 3 أشكال: length expansion و area expansion و volume expansion. طبعا هذا الكلام حسب الشكل. هلا ال length expansion متى بيكون عندي ال object بتعرض ل length expansion مش area expansion؟ إذا كان عندي طول أكبر بكثير من العرض، تمام؟ يعني بنعتبر إنه الدايمنشن لهذا الأوبجكت هو فقط في اتجاه الطول. If we consider a rod of length L naught greater than its surface area, then the increase in length delta L due to expansion is delta L. هاي إشارة المثلث ونقرأها دلتا، هاي L بتنكتب عندي بهذا الشكل، تمام، تساوي ألفا، نكتبها بهذا الشكل في ال نوت دلتا تي. طيب هلا length expansion بحدث عندي لما يكون عندي الأوبجكت إما إنه طوله كبير جدا مقارنة بالبعد الثاني، يعني هاي ال وهاي المساحة صغيرة جدا، عندي أرسمها هيك، أوكي، يا أما إذا كان عندي يعني هاي ال W صغيرة جدا مقارنة في الطول، يا أما إذا كان في عندي رد، تمام، طوله كبير جدا مقارنة في مساحة مقطعه، يعني L أكبر بكثير من ال cross sectional area، تمام. في هاي الحالة بنعتبر إنه ال object هو معرض ل length expansion، يعني زي كأنه بنهمل البعد الآخر. هو أكيد رح يصير في عندي نتيجة لزيادة الطول راح يرافقه نقصان في مساحة المقطع، لكن كونه مساحة المقطع صغيرة جدا فراح يكون التغير فيها قليل، فبالتالي ممكن إهماله، تمام؟ طيب ضروري نعرف الرموز: دلتا ال اللي هو التغير في اللينكس، دلتا تي اللي هو التغير في التمبريتشر، ال نوت اللي هو الطول الابتدائي، تمام؟ هلأ ألفا اللي هي coefficient of thermal expansion. ألفا is the coefficient of linear expansion أو نسميه thermal expansion, which is a property of each material. هلا ألفا هاي بتختلف حسب اختلاف المادة، يعني رح يكون عندي ألفا للكبر اللي هو النحاس بيختلف عندي عن ألفا للستيل، بيختلف عندي عن ألفا للجولد، بيختلف عندي عن ألفا للخارصين فرضا، تمام. يعني حسب المادة بيختلف عندي معامل التمدد الحراري، يعني ممكن مادتين مختلفات نعرضهم لنفس درجة الحرارة، لكن واحدة تتمدد بشكل كبير وواحدة يكون تمددها قليل، هذا اللي بيتحكم فيه اللي هو معامل التمدد الحراري حسب طبيعة المادة. ووحدة ألفا هي 1 على كلفن، أو بنرمز لها k to the power minus 1. Okay. طيب ال note is the initial length at temperature T note. هلا هي عبارة عن ال initial length، الطول الابتدائي عند درجة حرارة T note. نفترض إنه T note تساوي 20 degrees Celsius، تمام. ال اللي هي ال final length at temperature T. إذا delta L يساوي ألفا في ال note في دلتا تي، هذا بنسميه length expansion اللي هو التمدد الطولي. ناخذ example: a rod of length 1.28 meter، هذا طوله، فبالتالي هو طوله الابتدائي at temperature minus 12 degrees Celsius، هاي درجة الحرارة الأولى خلينا نسميها T1.
It's heated to 38 degrees Celsius. هاي تي 2. Find the increase in its length. بده ال increase. يعني بالتالي هو بده دلتا ال. تمام؟ معطيني إنه ألفا تساوي 1.27 في 10 قوة ناقص 5. طبعا في تيبلز خاصة لكل مادة شو معامل التمدد الحراري إلها. إحنا طبعا بنعتمد اللي هي درجة حرارة 20 درجة سيليسيوس لهاي الألفا. تمام؟ طبعا في ممكن طلاب يحكي ليش كتبت T1 T2، خلينا نعدلها. تي نوت اللي هي التمبرتشر الابتدائية، وهاي هي تي التمبرتشر الفاينل. طيب هلا هو بده ال increase in length. بنرجع للقانون، القانون بحكي لي دلتا ال equals الفا في ال نوت في دلتا تي، بالتالي دلتا ال تساوي الفا في ال نوت دلتا تي. الفا اللي هي 1.27 في 10 قوة ناقص 5، النوت اللي هي 1.28 متر، دلتا تي اللي هي 38 ماينس الماينس 12. اوكي، عشان هيك صارت عندي موجب، بيطلع عندي هذا الرقم 8.1 في 10 قوة ناقص 4 متر. فرضا طلب مني الفاينل شو تساوي. هلا انا بعرف انه دلتا ال اللي هو يساوي ال الفاينل، عشان ما نضلنا نغير في الرموز، ال اللي هي الفاينل ال ماينس ال نوت. فبالتالي الفاينل تساوي دلتا ال اللي هي 8.1 في 10 هو ناقص 4 زائد ال نوت اللي هي 1.28 متر. اوكي، طيب نيجي هون ل اذا كانت عندي المادة المعرضة لحرارة هي عبارة عن أوبجكت له مساحة. تمام؟ ممكن يكون عندي في هذا الشكل مستطيل، أو يكون عندي مربع أو دائرة أو أي شكل. تمام؟ المساحة هي عبارة عن حاصل ضرب L في L، طولين في بعض، هذا المقصود. When an object of area A is heated, all of its dimensions increase. The increase in area is هنا الإثبات لمقدار تغير المساحة. طيب لما object له مساحة، يعني الطولين تقريبا قريبين من بعضهم البعض، بالتالي لا يمكن إهمال أحد الأطوال، ساعتها رح يصير في عندي التمدد، رح يصير عندي في اتجاهين، يعني هذا رح يتمدد بشكل أفقي وهذا رح يتمدد بشكل عمودي. تمام؟ الشكل الأورنج هذا اللي هو الشكل بعد التمدد. طيب هلأ هنا كيف بدنا نوجد التغير في الأريا؟ دلتا A اللي هو يساوي L بلس دلتا L، هذا اللي هو الطول النهائي. تمام؟ تربيع، أو دلتا A اللي هي تساوي A final minus A نوت اللي هي A initial، صح ولا لا؟ هلا A نوت اللي هي تساوي L squared. هلا A final اللي هي تساوي، هاي صار عندي اللي هو في اللون الأورنج، صار عندي هاد هو عبارة عن L زائد دلتا L، واللون الأورنج هاد صار عندي هو عبارة عن L زائد دلتا L. فبالتالي الـ A final هي عبارة عن L زائد دلتا L تربيع. أوكي، هاي اللي هي A final وهاي اللي هي A initial. طيب L زائد دلتا L تربيع اللي هي بدنا نوجد مربع القوس، تصير عندي L تربيع زائد 2 L دلتا L، هياها زائد 2 L دلتا L زائد دلتا L تربيع، طبعا اللي هي دلتا ال كلها تربيع. اوكي، ماينس ال سكويرد اللي هي موجودة عندنا في السطر الأول. طيب بنلاحظ هون إنه ماينس ال تربيع مع ال تربيع راح ينحذفوا مع بعض، بضل عندي 2L دلتا ال بلس دلتا ال سكويرد. هلا دلتا ال أصلا بتكون صغيرة، تمام، أو مش أقل من صفر، بتكون small.
لما بحكي سمول يعني قريبة، قريبة من الزيرو. طيب دلتا ال تربيع شو بدها تكون؟ بدها تكون أقرب للصفر، فبالتالي هاي ممكن إهمالها. دلتا ال تربيع بضل عندي دلتا اريا اللي هي تساوي 2 ال دلتا ال، تمام. هلا دلتا ال اللي هو أخذناه في الفرع السابق اللي هو ألفا ال دلتا تي، بصير عندي القانون 2 ال سكويرد ألفا دلتا تي ويساوي 2. يعني هنا أعدنا فقط ترتيب المعادلة، بدل ال تربيع حطينا اريا 2 ألفا اريا دلتا تي. القانون النهائي اللي هو دلتا اي تساوي 2 ألفا في اي دلتا تي. طيب هلا نيجي للنوع الثالث من الثيرمال اكسبانشن اللي هو الفوليوم اكسبانشن. هنا في حال كان عندي الاوبجكت له 3 دايمنشنز، فرضا كان عندي مكعب، كان عندي هذا الطول L وهذا L وهون L، طبعا رح يصير في عندي ثيرمال اكسبانشن، يعني رح يتمدد في كل الاتجاهات بهذا الشكل، تمام. رح يتمدد في كل الاتجاهات. طيب هنا مباشرة القانون دلتا فوليوم اللي هو يساوي 3 في ألفا في فوليوم الابتدائي في دلتا تي، أوكي. أو ممكن إنه ال 3 ألفا نرمز لها ببيتا، بيتا اللي هي ال 3 ألفا is the coefficient of volume expansion، تمام. إذا كلياتهم كانت عندي ال دلتا ال كانت عندي الفا في ال في دلتا تي، تمام. يعني بنلاحظ انها دائما الفا ودائما دلتا تي. هنا ال ليش؟ لانه تغير طولي. دلتا اريا كانت عندي 2 الفا في اريا دلتا تي، يعني صارت عندي 2. ليش؟ لانه في عندي بعدين، بدل ال صارت عندي اريا. دلتا فوليوم التغير في الفوليوم يساوي 3 ألفا في فوليوم دلتا تي. إذا ألفا ودلتا تي ثابتة، هون الفوليوم لأنه 3 أبعاد وبدل أريا صارت عندي فوليوم. هاي يعني عشان تتمكنوا منها. طيب ناخذ إكزامبل، a circular steel desk has a circular hole through its center. يعني في عندي هاي عندي ديسك، هذا الديسك في هول في السنتر. if it heated from 10 degrees Celsius to 100 degree، يعني T naught تساوي 10 درجات و T final 100 degrees Celsius، what is the fraction increase in area of the hole؟ لما بتصير fraction increase اللي هو معناها نسبة التغير في المساحة على المساحة الأصلية، تمام. fraction اللي هي نسبة، بده دلتا A over A. طيب ال fraction increase اللي هي دلتا A over A، دلتا A اللي هي 2 ألفا في area دلتا T. بنلاحظ هون يعني لو بقرأ السؤال من غير ما أبلش حل راح أواجه مشكلة، بحكي طب هو ما أعطاني dimensions، كيف بدي أتمكن من إيجاد التغير في المساحة؟ هلأ هو حسب بناء على اللي هو طالبه، أنا مش بحاجة أبعاد هذا الديسك. ليش؟ لأنه راح أقسم الأريا على الأريا، ببطل في عندي حاجة للدايمنشنز لهذا الديسك، صير عندي 2 ألفا في دلتا تي. يعني فقط بكون أنا في حاجة ألفا اللي هو الـ coefficient of thermal expansion للستيل اللي هو المادة مصنوع منها هذا الديسك، بالإضافة لمقدار تغير درجة الحرارة اللي هو معطيني إياها في السؤال. طيب هلأ 2 ألفا طبعا اللي هي للستيل 1.27 في 10 قوة ناقص 5 في تي فاينل اللي هي 100 ناقص 10، بيعطيني هذا هو دلتا A over A.
هلا لو طلب مني what is the change in area، يعني طالب مني دلتا A، راح أكون أنا بحاجة الأريا. ليش؟ لأنه ساعتها راح يكون عندي 2.29 في 10 قوة ناقص 3 ضرب الأريا. الأريا هون ساعتها أنا بحاجة يعطيني الدايمنشنز. طيب هون من الابليكيشنز على الثيرمال اكسبانشن شيء اسمه الثيرموستات، او اللي هو المنظم الحراره. It has two metal strips with different coefficient of linear expansion attached to each other. يعني هو عبارة عن شريحتين أو two strips متساويات في الطول هياهم، لكن من مادتين مختلفتين. شو الهدف إنهم يكونوا من مادتين مختلفتين؟ معناها إنه thermal expansion ل2 مختلف عن الثيرمال اكسبانشن للمادة الأولى. شو يعني؟ معناها عند تعرضهم لنفس درجة الحرارة استجابتهم للحرارة هاي بيكون مختلف. واحدة منهم تتمدد بشكل أكبر، اللي إلها ألفا أعلى بيكون إلها مقدار التغير في الطول بشكل أكبر. طيب هلأ هدول التو ستريبس بيحدث لهم لينير اكسبانشن، تمام؟ When they are heated, the unequal expansion causes them to bend from each other and open the electrical circuit. يعني بتعرضوا لدرجة حرارة، تمام؟ نفس درجة الحرارة، وهدول التو ستريبس مصنوعات من مواد مختلفة. اللي إله thermal expansion أعلى رح يتمدد بشكل أكبر، وبده يصير له bend، يعني بنحني. يعني لو كان في عندي هنا هو مصدر الطاقة، تمام؟ هلأ طالما هم الستريبس بشكل أفقي، التوصيل الكهرباء شغال والجهاز شغال. هلأ لما يصير في عندي هيتينج رح يصير في عندي اكسبانشن للتو ستريبس، واحدة منهم رح تتمدد، تمام؟ رح تتمدد ويصير لها بندينج، تنحني بحيث إنها تصير عندي بهذا الشكل، تلامس مصدر الطاقة فبالتالي تفصل الكهرباء. من الأمثلة عليها الثرموستات اللي هو موجود في أنظمة التكييف المركزية، اللي بنلاحظ إنه بيكون شغال بعدين بعد مدة زمنية يعني بتوقف لوحده. شو السبب؟ إنه ارتفعت درجة الحرارة، اتمدد عندي الستريبس للثيرموستات، صار لها ثيرمال اكسبانشن أو لينير اكسبانشن، عمل لها بندنج، عمل على فصل الالكتريكال سيركت اللي هي التيار الكهربائي في الجهاز. إذا هذا هو أول ابليكيشن ثيرموستات. في عنا كمان ظاهرة أخرى بتعتمد على الثيرمال اكسبانشن اسمها الووتر A normality characteristics، A normally characteristic، أو اللي هو ظاهرة شذوذ الماء. لما بنحكي شذوذ يعني هو مختلف عن الشيء الطبيعي. طيب هلا احنا بنعرف انه at 0 degree Celsius الووتر بيحدث له freezing، وبنعرف عند 100 درجة سيليسيوس الماء بيحدث له بويلينج. هلا احنا متعودين انه مع زيادة درجة الحرارة لما نتجه من اليسار لليمين عم درجة الحرارة عم بتزيد. اوكي هلا درجة الحرارة عم بتزيد رح تعمل عندي بناء على الثيرمال اكسبانشن الى زيادة في الفوليوم، صح ولا لا؟ طيب وكونه في عندي علاقة اللي هي رو تساوي الماس على الفوليوم، تمام؟ إذا افترضنا ثبات الماس ثابت، رح يصير عندي كل ما زاد الفوليوم، الفوليوم موجود في المقام، كل ما زاد الفوليوم رح يؤدي إلى نقصان في الدنسيتي، وكل ما قل الفوليوم بيؤدي عندي إلى زيادة في الدنسيتي. العلاقة عكسية، ضروري نفهم هاي العلاقات حتى نشرح ظاهرة الأنورمالي أوف ووتر اللي هي شذوذ الماء. زيادة الفوليوم بتؤدي إلى نقصان الدنسيتي، نقصان الفوليوم بيؤدي إلى زيادة الدنسيتي.
كمان حكينا إنه إحنا متعودين إنه الووتر من 0 إلى 100 عم ترتفع درجة الحرارة، بناء على زيادة درجة الحرارة عم بيزيد الفوليوم، لكن في فترة معينة من درجة الحرارة هاي بصير الووتر بحدث له العكس، بكون شاذ عن قاعدة إنه كل ما زادت درجة الحرارة بزيد الفوليوم. طيب كيف يعني؟ هنا بحكي لي إنه الووتر A normal characteristic it has negative thermal coefficient of volume expansion in the interval من 0 ل 4 degrees Celsius. يعني رح يكون عندي معامل التمدد الحجمي اللي هو الفوليوم، thermal coefficient of volume رح يكون عندي negative، رح يكون عندي مختلف عن الطبيعي، لأنه مع زيادة درجة الحرارة رح يصير في عندي نقصان في الفوليوم، بدل ما يزيد الفوليوم رح يصير عندي نقصان في الفوليوم. As T rises from 0 to 4 degrees, water contracts up. Contracts يعني تتقلص. تمام؟ من 4 على 100 it expands. إذا نرجع إنه من 0 ل 4 إحنا كنا متعودين إنه كل ما زادت درجة الحرارة، يعني لما نمشي 1 2 3 4 لحد 100 عم بتزيد درجة الحرارة، عم بزيد الفوليوم. هلأ في هاي الفترة اللي هي من 0 ل 4 درجة سيليسيوس، لما بتزيد درجة الحرارة من 0 ل 4 بتزيد التمبرتشر، بدل ما يزيد الفوليوم شو بيصير له؟ بقل الفوليوم. تمام؟ إذا هاي الفترة اللي هي بتشذ عنها الماء عن القاعدة، من 0 ل 4 لما درجة الحرارة بتزيد 1 2 3 4 عم بتزيد درجة الحرارة، الفوليوم عم بقل أو بصير له contracting تقلص. تمام؟ طيب لما بقل الفوليوم بناء على هاي العلاقة شو بتصير؟ بتزيد الدنسيتي. تمام؟ حتى نحصل على أعلى دنسيتي عند درجة حرارة 4 degrees Celsius. The highest density is at 4 degrees Celsius. يكون عندي رو تساوي 1 جرام للسنتيمتر المكعب، بينما عندي 3 رح تكون عندي 0.999 جرام للسنتيمتر المكعب، هاي عند 3. عند 2 يكون عندي 0.9985 جرام للسنتيمتر المكعب. اوكي، اذا برجع بكرر انه من 0 ل 100 احنا متعودين زيادة درجة الحرارة بتأدي عندي الى زيادة الفوليوم. تمام؟ الا بالفترة من 0 ل 4 زيادة درجة الحرارة بتأدي الى decreasing in volume، هنا صار عندي الشذوذ، شذت عن القاعدة، وحسب هاي القاعدة إنه decreasing the volume بيؤدي إلى increasing في density. تمام؟ صارت عندي أعلى density عند درجة حرارة 4 درجة سيليسيوس. طبعا بعد الأربعة عند 5 و6 بدها تقل الدنسيتي، رح يرجع عندي الوضع طبيعي، بدها تقل عندي الدنسيتي. ليش؟ لأنه صار في عندي زيادة في الفوليوم. عن شو سبب هنا ظاهرة شذوذ المناخ؟ لا بحكي لنا هاي خاصة يعني مهمة في البونز والليكس، في البحيرات، لما تكون عندي فرضا درجة حرارة البحيرة 20 بتكون الأمور طبيعية، زيادة في الفوليوم بالتالي نقصان في الدنسيتي، فيصير في عندي بناء على نقصان في الدنسيتي، لو رسمنا هاي فرضا البحر أو البونز، لما يصير في عندي نقصان في الدنسيتي ماشي، رح يضل عندي الماء موجود على السطح ما في مشكلة، لكن لما بتنخفض درجة الحرارة بتوصل إلى درجة حرارة 4 أو 3 4 أو 3 أو 2 ديجري سيليسيوس، شو بده يصير؟ بده يصير عندي زيادة في الفوليوم. تمام؟ عفوا، بصير عندي نقصان في الفوليوم وزيادة في الدنسيتي. زيادة في الدنسيتي يعني بصير أثقل، يعني بصير عندي الماء على السطح بعد ما صار في عندي نقصان في الفوليوم بدها تزيد الدنسيتي، بالتالي بصير أثقل. شو بصير فيه؟ بده ينزل للأسفل اللي هو الماء الأبرد،
صار بارد عندي في الأعلى، صار كثافته عالية، يعني صار أثقل، وإحنا بنعرف الشيء الأثقل بينزل للأسفل، بعدين بيطلع مكانه الماء الأدفى اللي هو موجود في القاع، صح؟ بيطلع الماء الأدفى. هلأ الماء الأدفى هاد شو بده يصير؟ كمان رح يبرد، بدها تزداد كثافته، تزداد الدنسيتي، ويرد ينزل للأسفل ويحل محله ماء أدفى. بناء عليها بمنع عندي تجمد الطبقة العلوية من البوند، تمام؟ بمنع تجمد الطبقة العلوية من البوند أو الليك، البحيرة. ليش؟ شو الهدف؟ الحفاظ على الكائنات الحية البحرية، الحيوانات والنباتات الموجود فيها. وهذا طبعا من مظاهر قدرة ربنا سبحانه وتعالى للحفاظ على التوازن البيئي وعلى الكائنات الحية جميعا. طيب هيك بكون خلص هذا الدرس، وأنا بعتبره يعني درس سهل حلو، أقل صعوبة من دروس مادة المد، لكن كمان في عليه تطبيقات وأسئلة متنوعة. بتمنى أنه يكون الشرح وافي الخاص في شرح محاضرة اليوم، لكن كمان بتمنى أنكم ترجعوا لملفات المنصة لأنه فيها أمثلة أكثر، ويعني بتمرنوا إيدكم على الحل، ويعطيكم العافية.